السلام عليكم، تحية مباركة طيبة، وأهلا بكم في راديو العالمين. أستاذنا فراس المنير، كنت قد شرحت لنا من قبل معنى آباء بعولتهن، فما معنى الشخصية التي تليها وهي أبنائهن؟ هل تختلف عن أولادهن؟ كما تلاحظ أستاذ ساجد، فكما أن الآية الكريمة ليس فيها والد وإنما آباء، فكذلك ليس فيها ولد وإنما أبناء، لأن الآية إلى هذا الموضع ما زالت تتكلم عما يخص التربية وليس عن الرابطة البيولوجية. ففي حين وردت كلمة الولد في القرآن للدلالة على أن الزوجين هما والدا الطفل الحقيقيين، وردت كلمة الابن للدلالة على معان متعددة كلها معنوية، من مثل أن يكون أبواه قد ربياه مع أنهما ليسا والداه الحقيقيين، أو أن يكونا والداه الحقيقيين فسميا والدين ثم ربياه فتمت تسميتهما بالأبوين. وأي معنى معنوي حتى لو لم يكن يتعلق بالتربية، فتستخدم للتعبير عنه أيضا كلمة ابن حصريا، وليس كلمة ولد الخاصة بالماديات من ولادة ونحو ذلك. إذن فلنبدأ بالآيات الكريمة التي تتكلم عن الابن لنقارن فيما بعد بينها وبين الآيات التي تتكلم عن الولد. حسنا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هنا لم يقل كما يعرفون أولادهم، لأنه من الصعب جدا أن يجزم الأب بأن هذا الولد هو من صلبه فعلا، أم أنه نتيجة فاحشة تمت في الخفاء، بينما الأسهل بكثير أن يكون متأكدا من أن هذا الابن هو ابنه، لأن التربية تحتاج إلى زمن طويل، وهذا الامتداد الزمني يجعل من السهل الجزم بأن هذا هو ابن فلان. ولو شبهت الآية معرفتهم بالكتاب بمعرفتهم بأولادهم لكان المعنى ضعيفا ركيكا. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فالسبيل له أكثر من معنى وكلها معان معنوية، وسمته الآية ابن السبيل ولم تسمه ولد السبيل، لأن العلاقة معنوية ويستحيل أن يكون للسبيل أولاد. وكذلك في اللغة العربية هذا شيء معروف، فإلى اليوم لا يقول أحد مثلا فلان هو ولد الشعب، وإنما يقول عنه هو ابن الشعب، ابن هذه الأمة، وهكذا، لأن الكلام يكون عن وصف مجازي معنوي. وكذلك العرب يقولون منذ القدم إلى يومنا هذا فلان ابن فلان، زيد بن عمرو، جابر بن حيان، سمية بنت سالم، وهكذا، فهم ينسبون الابن إلى أبيه من باب أنهم يشهدون أن هذا الشخص قد ربى هذا الطفل، أما أن يشهدوا أنه من صلبه فهذا ليس بمقدورهم، وما أدراهم بالذي حصل في الخفاء. لذلك يقولون فلان ابن فلان وليس فلان ولد فلان. والقرآن يبقي الألف الخاصة بالابن ولا يحذفها كما يحذفونها اليوم. لكن كيف سمي عيسى بأنه ابن مريم مع أنه كان قمة في الأخلاق والعلم منذ ولادته؟ فما الذي قدمته له مريم كي تسمى مربية له؟ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. سمي عيسى بأنه ابن لأن مريم لم تلده ثم تخلت عنه، بل رعته واعتنت به، فعلى الرغم من أن عيسى ولد كاملا من الناحية الأخلاقية والعلمية، إلا أنه ولد بجسم طفل صغير كباقي الأطفال، لذلك وعلى سبيل المثال لم يتمكن من المشي بمفرده منذ لحظات ولادته الأولى، بل كان على مريم أن تحمله كما هو الحال بين أي أم وطفلها، فأتت به قومها تحمله، فلرعايتها له من هذه الجهة سمي ابنها. وأيضا لسبب ثان، وهو الاتحاد الروحي بين مريم وعيسى، فلقد أثبتنا من قبل أن روح القدس اتحد مع مريم أيضا وليس فقط مع عيسى. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وكذلك هنا سميت مريم بأنها ابنة عمران بما أنها تسير على نهج عمران في أسلوب التعبد كما أثبتنا من قبل، وذلك بغض النظر إن كان عمران قد ربى مريم فترة من الزمن أم لم يربها ومات قبل حتى أن يراها، لكن المهم هو اتحاد المنهج. ولأن القرآن ليس كتاب أنساب، فهو عندما أشار في حالات نادرة إلى أن فلانا هو ابن فلان أو فلانة هي ابنته، فإنما لكي يفهمك البعد المعنوي بينهما، كي يمكنك من استنباط الفكرة الأكثر أهمية بكثير من مسألة انتساب بيولوجي موجود حتى عند الحيوانات.
وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ وبما أن الإبن يمثل علاقة مجازية معنوية، لذلك اليهود والنصارى يظنون أن الله لن يعذبهم، أي سيميزهم في المعاملة وفي الحساب عن غيرهم. وبما أن ادعاء التمييز في المعاملة هو ادعاء لشيء معنوي، لذلك عطف على شيء معنوي أيضا وهو الحب. ولذلك اختير الإبن لتمثيل هذه العلاقة المزعومة الباطلة، حيث أن مجرد ادعاء أن الله يميز أحدا عن أحد يوم الحساب لهو جريمة كبرى. بينما سنشرح لاحقا كيف أنهم عندما نسبوا الولد لله فكانوا يقصدون معنى مختلفا تماما. وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وهنا تشنع الآية على النصارى وصفهم للمسيح بأنه ابن، وتعتبر ذلك جريمة. وبقياس هذه الآية على آية أبناء الله، يكون المعنى أن جريمتهم هنا هي اعتقادهم أن المسيح لن يحاسبه الله في حال لو ارتكب أي خطأ. لذلك تم عطف قصة عزير على قصة المسيح، لأن اليهود والنصارى اشتركا في هذه الجريمة، بينما بعض النصارى تفردوا بادعاء أن الله ثالث ثلاثة، حيث أن ثالث ثلاثة مسألة تتعلق بالولد وليس بالابن كما سيأتي شرحه. فالقرآن ينفي بشدة أن يميز الله أحدا من مخلوقاته عن غيره في مسألة الحساب يوم القيامة، فالكل سواء، وخطأ الأنبياء وروح القدس والبشر العاديين كله عند الله واحد، وسيحاسبون كلهم بالدرجة ذاتها، وهذا قمة العدل الذي يمكن أن يخطر على قلب بشر. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وهنا كان الكلام عن تعلق الناس بأبنائهم وحزنهم على فراقهم، كما هو الحزن على مفارقة الوطن، لأن العلاقة بالديار التي تربيت فيها وبالابن الذي ربيته إنما هي علاقة ممتدة على طول الزمن، لذلك هي تؤثر بالنفس. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهنا الآية المسماة بآية المباهلة، حيث يجعل الفريقان أغلى الناس على قلوبهم عرضة للعن الله إن كان أحدهم كاذبا ولا يقول الحق. لذلك ذكر أبناءنا ولم يذكر أولادنا، لأن الإبن الذي تربيه أغلى بكثير على قلبك من ولد ولدته ولم تربه وانقطعت العلاقة بينكما. لكن هناك من يدعي أن عبارة آباؤكم وأبناؤكم جاءت ملخصة لما قبلها، أي جاء الابن مكان الولد وبالتالي هو ذاته. الآية تقول: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أولا، اعتبار الولد والابن شيئا واحدا، فهذا يؤدي إلى أن القرآن يحوي الترادف، أي يبدل في الألفاظ، على الرغم من أن المعنى هو ذاته ومن غير أي هدف. تارة يقول ولد وتارة يقول ابن، ويكون ذلك للتسلية فقط والعياذ بالله، فهذا مستحيل. ولو كان القرآن يقصد الابن مثلا في كل الآية هذه لما عجز عن توحيد اللفظ في الآية، أي لقال: فإن لم يكن له ابن، ولكنه لم يفعل ذلك. ثانيا، سبب اختتام الآية بالأبناء هو أن الآية تتكلم عن شيئين منفصلين تماما، فبعد أن ذكرت أن الميراث يكون لمن تحتك من الأولاد ولمن فوقك من الآباء كما ذكرنا من قبل، أي لمن رباك ولمن ولدته أنت، هذا كله من جهة القانون الإلهي في حال لم تكتب وصيتك. أما في الوصية فعلى العكس، فالوصية كان الحث على أن تكون للوالدين وليس للأبوين. وبما أنه بدأ الآية بالكلام عن قانون الميراث ثم ختمه بالحديث عن الوصية، لذلك ذكر الخلاصة بأن من هو المؤمل أن يأتي النفع من جهته إنما هو من رباك أو من أنت ربيته، لأن الناس عادة لا تتنكر لمن رباها أو لمن ربته، وذلك بخلاف العلاقة الضعيفة بين الوالد والولد. أي أن الآية بعبارة آباؤكم وأبناؤكم أتت بالآباء من قانون الميراث الإلهي، وأتت بالأبناء من أحكام الوصية التي أوصى بها المتوفى.
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفرعون لن يبحث في إن كان هذا الولد من صلب أبيه فعلا أم هو ابن فاحشة، وإنما من سيجده في بيت هذا الرجل من ذكور فسيقتلهم، لذلك قال أبناءكم. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. وهنا يستعطف هارون أخاه موسى مذكرا له بأنهما تربيا سويا عند أم واحدة، ولو كان يقصد مجرد أنهما كانا في بطن واحد فهذا لا يلين قلب موسى، لأن الجنين لا يذكر شيئا من تلك الفترة من عمره. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا. هنا وصف بابنه لتشير الآية إلى التربية، لكي تصور لك مدى إشفاق نوح عليه نظرا لأنه رباه وتعب في تربيته. وبهذا أكون قد انتهيت من شرح الآيات المخصصة للأبناء، فهل لدينا وقت لأشرح آيات الأولاد؟ الحقيقة أفضل أن نؤجلها كي نعطيها حقها الكامل من الوقت في الحلقة القادمة. أشكر فضيلتكم على وقتكم الثمين، والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على استماعكم، والحمد لله رب العالمين.